دي مسألة الصور الجديدة لسه واصلة اهي، عبارة عن مسألة فيران. ومعمول فيها زوايد حديدية، ادي واحدة وادي التانية، دائرية وادي واحدة وادي واحدة وادي واحدة. دي طبعا الصورة اللي كنا صايدينها بمسطرة الفئران القديمة والخيات اللي عليها والشيال. هنطلع بقى ان شاء الله بديت وعمل لكم عليها فيديوهات، بس انا عايز ابينها لكم. ده عبارة عن خيط تقريبا قطن أو حرير أو كده، مربوط بدايته هنا ولافف كده وطالع من وسطه الخاية دي، وبعدين مادت شوية برضه بالخيط أهو ماشي بيه، وربطه هنا مسافة وهكذا. هي شكلها بسم الله ما شاء الله حلوة. عايز اجيب بس مايس او فار صغير واحطها وامسك ان شاء الله اصطاد بيها كوهيات الاول، او على حسب ما هيقابلنا بقى يعني ان شاء الله.